بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائريين والجزائريات العايشين في الدار وفي الخارج، زول في لاونا، زول الجزائريين التاريين اللي قاعدين في مورس او ذا الغربه. بونجور سالو تو لي زانجيان الجيان كي فيفون الجيري يا طونجي، لا شرقيه لا غربيه، ثقافه جزائريه. اخوتي مازال الحديث في الجزائر على يعني التغيرات اللي صارت في الجيش، و يعني البارح كانوا جنرالات في الجزائر، ارباب الجزائر كما قلت، ومازال ماشي غير هذا تاع المخابر، كاع ارباب الجزائر من بينهم واحد دوكا يهدر زعما في الجرانين ضد الحكم والاخر، لازم الشعب يقرر الى اخره، باسكو علاش ماهوش في البوفوار، ماهوش في البارح كانوا يضطهدوا الشعب الجزائري، كانوا يديو الناس للحباس والاخر، واليوم بداو يهدروا زعما هما ديمقراطيين وكذا ضد يعني الحاشيه تاع الرئاسه ولا يعني ما فهمتش انا الديمقراطيه هذه اللي يعرفوها هاد الناس هذوما. البارح كانوا يضطهدوا، اليوم زعما الديمقراطيين من بينهم هذا الجنرال هذا حسين بن حديد، يعني اللي معروف وكاين لي فيديو واش دار في جهه الاغواط يعني والاخر، كان دي فيديو عليه هاد الانسان هدايا، واليوم داروا له زعما حديث ويهدر على الديمقراطيه، لازم الشعب يسولف الى اخره، ويهدر على قال لك هادو لي بوند اللي مازالهم يعني في الناس هادو تاع الحكم سرقوا الى اخره. هو ما داش مسكين، هو يغيط هاد الناس اللي كانوا في الحكم، المخ وكاع العربي بالخير، وما داوش مساكين، ما داو والو، يغيضوا مساكين يغيضوا، هما اللي هلكوا الشعب الجزائري، وهما اللي داو الجزائر للتهلكة، وهما اللي جابوا هاد الناس دوخرهم في الحكم ومازالوا يسيطروا على الشعب. يعني ما يتبرعطوش الشعب الجزائري، والحمد لله كاع الناس هم يعرفوا هاد الشيء، يعني هاد الناس هادهم هم يضربوا مع الريح، تسمى ما كان والو. كيف يكون واحد يكون مضطهد ديكتاتور ومن بعد يجي يمد لنا دي لوسون على الديمقراطيه وعلى الاخر؟ البارح كانوا يهدروا على الناس، هاد الناس هادوما البارح كانوا يقولوا على الناس هادو اللي هم يهدروا في اليوتيوب الى اخره، مفينونسي من عند الخارج وكذا، يا ودوك هو وين هو عايش؟ هو ماهوش عايش في كلوب ديتا. يعني باش شوفوا يا خوتي السياسه في الجزائر، اللي يجي غنجق واللي يجي يمنوه، يعني في الجران يكتبوا كذا، يا قال لك علاش يعني نحاول، يعني هذه حقيقه، هذه باش شبريسيس يعني في احد الجرائد الجزائري، قال لك القضاة اللي داروا لونكات سور شاكيب خالي نحاوهم كاع، يعني هذه حقيقه. كما في التسعينات في وقت بوضياف الله يرحمه والراهي، يعني دوك سؤال مطروح، هذا السؤال، شكون اللي قتل بوضياف؟ هذا من بينهم اللي يعني بانت الاحداث هم يبداو يبانوا، وراه هذاك اللي قتل بوضياف مباركي هذاك، وراه بو معرفي، وراه انا كثيره وعايش في كلوب ديبا ولا، باسكو احد اللي فوتو دينيرمو يعني وراوها وراو هكذا، ما على باش وين شتو واش مسيت يعني، ولا كارد ديكور كيف هاد السيد هذا، كيف راكم يقولوا يعني المخابرات يعني حقيقة، وهذه كيما يقولوا يعني افيك بروف على بوي، باسكو تو لي سيرفيس في العالم هم يديروا هادشي، هم يديروا هادشي. يعني باش تشوفوا سياسه تاع الجزائر، سياسه الجزائر، ومن بعد يكتبوا في الجرانين يعني راح تطور ثوره في الجزائر، يا وحنا يا والناس قالوها من 1265 من الضربه تاع حسين عيد حمد، يعني بلا ما يغنشقوا علينا. وثانيا الناس اللي كانوا يقولوا هاد الناس تاع الخارج يحكيو على الناس زعما المعارضين باللي هادوم في لونسين والاخر، ودوك هم يهضروا الكلام تاعهم، هاد الجنرالات هادو اللي هم مدعمين هم يهضروا هضره تاع المعارضه في التسعينات، المعارضه الحقيقيه. يعني باش تشوفوا يا خوتي لا بوليتيك هادي تاع البلاد،
يعني كما قلت لكم يا خوتي، يعني الثورة تكون ولكن الثورة اللي تجي كما قال احد الاخوة الجزائريين اللي تجينا من عند الناتو من فرنسا والبلدان المجاورة والاخر ما سحقوهاش هذه الثورة. الشعب سلمية، ثورة سلمية، باسكو راكم تشوفوا كي تلحق لي ملياردير اما يتقاسموا الاخر يتما استناو حاجه مع الوقت، ماشي كي نهضروا هايدا اليوم تدخل، لا مع الوقت ابري 4 mois 6 mois وتشوفوا لي ديريكتيف تاع لو سيستيم الجديد هذا. يعني كيما قلت يعني نورمالمون هادوما ما نديرهمش كاع يهضروا كاع هاد الناس هادو اللي كانوا يصطهدوا في الشعب الجزائري ما نقيموهمش كاع. هادي رايي. والناس اللي كانوا كاع في الحكم من 62 يومين هذا ما نسمعوا لهمش كاع، لان كان جيل جديد خرج وبافكار جديده، ما نسمش نعيشوا بالافكار القديمه ونبنيوا الجزائر بافكار قديمه، لا بافكار جديده، مشروع مجتمع. وهذا باسكو علاش درت هذه لا فيديو، على يعني خاطني قلبي، لا والله يا خاوتي والله راني منيتي نحكي لكم، خاطني قلبي كيفاش هذا لي في التسعينات مد لي زورت باش التعسف والاخر، ودروك يهضر زعما الديمقراطي يقول لك هذوك الناس سراقين وزعما هما ما داو والو مساكن ما يغيضوا لا غادوني كاع لي في الحكم اش بريسيس لي كان في الحكم يمد امر كاع كيف كيف لان الجزائر كي دوكا ام يهضروا على هذا لو سوجي هذايا باش ينسيو الشعب، لان الشعب كي الحق الشباب الجزائري راكم تشوفوا الشباب ام يقولوا الجزائر مليحه وكدايا يحرق يروح للخارج، 8 تاع الشاب الجزائري اللي يقول لك حراقه روح حراقه. علاش لو كان صح البلاد هاي مليحه سياسيا، لان علاش هي سياسه كلش، سبور يتبع سياسة، ليكونومي يتبع سياسة، كلش. لو كان الجزائر متفتحة كما يقولوا على السياسة الحقيقية الديمقراطية الحقيقية، ماشي الديمقراطية البلطجية كما هاد الناس هادوما. وهذا رأي كما يقولوا، والحمد لله عندنا رأي رانا نديروه في اليوتيوب، واللي يكون ضد ولا كما يحبوا هادي ما رأي كيما يقولوا، ونسمعوا لجميع الآراء مهما تكون الاتجاه السياسي تاعو إسلامي اشتراكي ملحد، نسمعوا كاع للناس. بالك هذاك اللي ما كناش نستناو منه يمد لنا فكرة، بالك هو الفكرة تاعو خير من كاع الأفكار. يعني يا خوتي ما نحقروش ناس، وثانيا ما نديروش الغلطات، يعني انكر حاجه في الجزائر ما يديروش غلطات اللي داروهم قبلهم واللي يقولوا باسم الثوره هذه، ما كان لا باسم الثوره لا والو. خلاص دوك الجزائر الشعب الجزائري الشعب يستنى تتحوايج تقدم نافونسيو للامام، كيف نديروا انت يخلص لنا البترول. اي بورتون الجزائر معروفه دوليا يعني بالاخر بالتوريزم، التوريزم مش بريسيز، عندنا اثار قديمه، حتى ديرنييرمون جي فيو يعني احد الجرائد شكروها في الالمان داروا على في بيتنا جميله، يعني هضروا عليه في الراديو وفي الاخر، يعني باسكو كاين فيستيفال كولتورال قال لك اجمل، يعني باش تشوفوا يا خاوتي عندنا حاجه في يدينا ما ناش نستولوا، يعني ما على بالناش كاع بها، هو التوريزم. على ما نخدموش التوريزم تاعنا الجزائري، التقاليد حتى لي زارتيزون تاعنا يخدموا، راكم تشوفوهم في السكوار
يعني ارتيزون الجيري ماشي ارتيزون يجيب برودكسيون من لاشين يقول لي تاع الجزائر، لا لا برودكسيون الجيريان، يعني ندعموا لي زارتيزون وكي ندعموا لي زارتيزون ما واش معناتها، يعني نديروا كيما يقولوا يعني يد العامله ونفكري دي زومبلوا جانيت on va créer des stages الى اخره، يعني هذه هي شي شان كيما يقولوا، لكن الحكم ما حبش هذا، احب البترول والدرهم راحوا كيما قلت، هو واحد منهم او استعرف واحد منه، هذا بالجنرال حسين بن حديد قال لك ينفيستيو في اسبانيا، وحنا قلنا شحال مخطره، قلنا الاخر هذا الحكم او ينفيستي وين كاين الازمات الاقتصاديه، كيما ديرير مو قال لك بن حد هذاك حداد شرا 7 ديزوتال في الاسبان، وماشي حنا اللي قلنا احد الجرائد 7 من جوا الدراهم هذا من عشي وضحى ولا مليونير من جوا هدايا، والناس ما يش تنفيستي غير في اسبانيا اي تنفيستي في لاغريس. وثانيا اقدم بالتعازي توعي للاخر الضحايا تاع الحج، يعني باش تشوفوا الحكام العرب واش يديروا، يعني يشريوا فيلات ب 200 مليون هذا الامير هذا ولا السلطان تاعهم ولا 200 مليون اورو تاع واسمو تاع بيرلشكوني، ولا سيكوريتي يعني الامن، على جال واحد فايح كيما يقولوا يجوز يعني يقتلوا ناس، وشتوهم يرفدوهم بالبوكنا يا رب العالي، هذه جامي صرات في العالم، البوديين ما تسهلهم شهيدايا، يعني باش تشوفوا يا خوتي وين لحقت الامور، الناس هذوما في الحكم يعني ما يخموش الاخر، يقول هاد الاسلام الا واجهه، لكن مراهم هما انتهازيين اكثر، او هاد الناس هادو ما اكثر من ما يهضروا على اعداء تاعو، انا اللي يقول لك اعداء اكثر منهم واش هم يديروا، يعني سبحان الله. وكما قلت هذا اخر نزيد نعاودها، هو هاد الشقيق والبقيق خلاص، هذيك الحكم في الجزائر نشوفوا مصلحه الشعب الجزائري، هذا ما عندي نقول، ونقول لكم السلام عليكم على بروشين ان شاء الله.